غير الموضوع موضوع ذهني كمان، اللي انت تقدر تخلي اللعبه بتاعتك تحافظ على تركيزها لغايه اخر ربع ساعه من الماتش، واللي هم يجيبوا عدد الجوال اللي احنا عرضناه ده، ده موضوع ذهني كمان مش بس بدني. انت المفروض في الدقيقه الاخيره دي تبدا اللعبه تفك، تخسر تركيزها، اللعيبه ما تبقاش بنفس المود اللي بداوا بيه الماتش، فده ممكن يخليهم اللي هم يروحوا لما يروحوا قدام الجول يبداوا اللي هم يضيعوا الكور او ما يجيبوش جوال وما يوصلش بالكم اللي احنا شفناه. فهو الموضوع بدني طبعا زي ما انت ما قلت، ان اللعيبه لاخر وقت لسه عندها نفس وقادره اللي هي تروح وقادره اللي هي تسجل جوال، وفي نفس الوقت موضوع ذهني اللي هم لسه قادرين يركزوا اللي هم ازاي هيجيبوا جول في حتى الاوقات الاخيره. ده طبعا شغل مدرب اللي انت تقدر تحافظ على تركيز لعيبتك وتخليهم لاخر وقت مركزين، ده شغل المدرب اللي هو في اوضه اللبس بيحضرهم ازاي. طبعا كولر استحق كل حاجه هو حققها السنه دي، والنادي الاهلي استحق كل حاجه، لان هم كولر قبل ما يكون مدرب جيد تكتيكيا، يعني ممكن اوكي ومدرب جيد تكتيكيا، ولكن اهم حاجه خليته يوصل للي هو وصل له ده، اللي هو كان راجل عادل جدا مع الفرقه بتاعته، اللي هو ما كانش بيلعب حد على حساب حد، ما كانش بيجامل اي حد، اللاعب الكويس هو اللي هيلعب واللاعب الوحش مش هيلعب، اللاعب اللي مش بيقدم احسن مستوى مش هيكون ليه وجود. واكبر مثال على كده مثلا لعيب زي عمرو السوليه، ان انت عمرو السوليه لعيب كبير ولعيب قديم في النادي الاهلي وليه الباور بتاعه وليه قوته في اوضه اللبس، مش سهل انت تاخد قرار وتقول انا مش هلاعب عمرو السوليه وهلاعب ديانجو ومروان وقفشه واي كان الثلاثه لعبه في نص الملعب وما يكونش فيهم عمرو السوليه. ده قرار مش سهل طبعا على اي مدرب، ومحتاج ان المدرب يكون عادل ومدرب عنده شخصيه قويه.